وفي الحق أني أؤيده في كل ما قاله من فضل للعربية على غيرها، لكن كنت أتمنى من سعادته أن يستعمل أسلوب الغالب والمشهور في تلك الفضائل والصفات والسمات، لأنها لا تضطرد حقيقة. دلالة الحرف على معنى هذه النظرية تحدث عنها ابن فارس وابن جني، لكن هي لم تضطرد تماما. أيضا في معرض المقابلات عندنا مثلا اللغة ذكرها الأزهري على ما أذكر بذا وذيد تيتا على الأنثى اقتصر، ذكر بأن هناك لغة تستعمل ذلك فقط للمفرد المذكر وللمفرد المؤنث وللتثنية بنوعيه وللجمع بنوعيه، يعني حتى لا يرد على ما تفضلتم به أي شيء. لو استعملنا أنه في العربية الغالب المشهور هو كيت 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 حتى لا يرد أي اعتراض على ما تفضلتم به. أيضا في حلقة مع الخليل طائفة من العرب أبو عمرو بن العلاء كذا، يعني ليس فقط الخليل، في مجموعة من العرب هم الذين نهضوا بهذا العلم العظيم حقيقة. أما فضل الأعاجم فهذا لا ينكر، والجماعة هم يعني مدحوا العربية أكثر من العرب. ابن جني في الخصائص قال: وكنا نسأل أشياخنا كأبي علي وبندار عن حال اللغتين، وهم ممن تمرسوا باللغتين. فيجيبه أبو علي: يا أبو فيما معناه؟ يا بني والله هذا السؤال لا يكاد يخطر بالبال من لطف العربية ودقة العربية وكذا. فالجماعة أذعنوا للعربية. أيوة. فأيضا دلالة الحرف في الفهرس لابن النديم ذكر عن القلم الصيني ما يدل أن الحرف عندهم أيضا له دلالات كثيرة، واختبروا واحدا في بعلبك، ذكر القصة ابن النديم. فالظاهر أنه هي القضية يعني في كل لغات ممكن أن توجد،